الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 2481 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1485 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 1475 دينارا لكل دولار. في هذه الأثناء ارتفع سعر خام البصل الخفيف بعد إغلاقه أمس الجمعة ليسجل أرباحاً أسبوعية تجاوزت 3 دولارات للبرميل الواحد، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي. وسجل خام البصل الخفيف ارتفاعاً بمقدار 43 سنتاً ليصل إلى 74 دولاراً و90 سنتاً للبرميل، محققاً أرباحاً أسبوعية بلغت 3 دولارات و21 سنتاً للبرميل، فيما ارتفع خام برنت في آخر جلسة له قبل إغلاقه بمقدار 73 سنتاً ليصل إلى 75 دولاراً و15 سنتاً للبرميل، محققاً ربحاً أسبوعياً بلغ 5 دولارات و27 سنتاً للبرميل. اتهم النائب السابق باسم خشان شركة ماستر كارد بسرقة أموال العراقي، وقال خشان أن الفاسدين لم يكتفوا بسرقة أموال الشعب بل أتوا بآخرين من بلدان أخرى لسرقة العراقيين، يشار إلى أن التوجيه الحكومي يجبر المراجع على دفع 10,000 دينار مقابل تجديد البطاقة، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين الشركة ومصرف الرافدين المملوك للسلطات في العراق. أعلن البنك المركزي التونسي إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون مالي جديد قبل نهاية الربع الأول من سنة 2022، مؤكداً أن تونس لا تزال قادرة على سداد ديونها الخارجية. أكد البنك المركزي التونسي أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد سيعطي إشارة إيجابية للمانحين والمستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن تونس لن تتوجه إلى الاستدانة من نادي باريس. أعلن البنك الدولي عن إطلاق مساعدة مالية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان، وذلك باستخدام أموال مخصصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار البلاد. وقال البنك الدولي أن الجهات المانحة في الصندوق قررت تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية شهر كانون الأول الحالي إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، مضيفا أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي كجزء من خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية لمكافحة ارتفاع تكلفة الوقود. إلى اللقاء.